اسمي عبد الكريم عمار، اسين مدينه القيروان. معناتك صوتي كان رؤيتي ليك معناتها رؤيه جديه معناتها محاربه الفساد، منظومه سواء في المنظومه الحكوميه والا في المنظومه الاداريه، معناتها باش تحارب الفساد من القاع نتاعو اللي هو معناتها تقول اول معناتها النقطه الاساسيه معناتها باش نجمو نقدمو بالبلاد. معناتك صوتي كان لما نرى معناتها فيك افاق معناتها رؤية آفاق تشغيل الشباب العاطلين عن العمل، خاصة المتحصلين على الشهادة العليا اللي تو نراو فيهم قاعدين يهاجروا البحر، معناتها حاطين معناتها قدامهم البلايص معناتها أخرى، معناتها نحبوا معناتها نستغلوهم معناتها باش يفيدوا بلادهم. ونعطيك صوتي كان معناتها ما نغزر لك أنت قاعد معناتها تحاول معناتها إعادة نظر ولا إعادة إبرام صفق اتفاقيات أخرى اللي معناتها تعقدت في معناتها في العقود الماضيه هذيك اللي فيها معناتها برشا توريط معناتها للدوله، برشا خسائر خاصه في الموارد الباطنيه معناتها تبع الدوله، اللي معناتها باش نجم تكون تضمن لنا على الاقل حقنا معناتها وحق الاجيال اللي معناتها من بعد حتى بالعيش الكريم. هذا هو اللي عندي.